و للحديث بشكل اكبر حول هذا الموضوع معنا في الاستديو الدكتور هيثم المراد اخصائي جراحه السمنه بالمناظير حياك الله معنا دكتور في ام بي سي وفي نشره التاسعه يا اهلا يعني بودي في البدايه ان اسالك عن هذا الرقم نعم. الذي توقعه هذا التقرير من منظمه الصحه العالميه يتحدثون عن مليار شخص متوقع اصابتهم بوباء سموه بوباء السمنه خلال الأعوام المقبلة دكتور أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياك الله, الله وتحية للمشاهدين جميعا بالفعل الأرقام مكلكة جدا بالنسبة لارتفاع عدد المصابين بهذا الوباء السمني بحسب منظمة الصحة العالمية تم إدراج السمني كمرض عام 1991 وإلى ازدياد بشكل مستمر بنتيجة اللجوء للتمدن واللجوء للمركبات واللجوء لانظمه غذائيه تعتمد على السكريات وتعتمد على الدهون بشكل مباشر حسب منظمه البدانه العالميه الارقام مقلقه جدا بما يخص البدانه خاصه عند الاطفال يتوقعون بحلول 2035 ازدياد او مضاعفه اعداد الاطفال المصابين بالبدانه الموضوع بيتطلب تدخل للوقاية من البداني بيتطلب تدخل حكومات مثل ما بيصير بـ 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 بإمارة دبي اللي عم يصير في تحفيز لاجراء التريض، عم يصير في تنظيم للماراثونات، عم يصير في تحفيز وتعليم للناس كيف لازم يتريضوا بشكل مستمر. الأرقام مقلقة ولكن العلاج موجود وبحسب منظمة الصحة العالمية بحسب دراسات على المدي الطويل الحل الوحيد والأكثر يعني يستند إلى دراسات والى نتائج على طبعا. سنوات من العلاج هو الجراحة. أكيد يتم اختيار المريض الذي يعاني من من البدان مسبب لها. الأمرض. اتفقنا أن البدانة اليوم هي وباء عالمي نعم. ومرض يجب على من, تصدي من له. يجب التصدي له ويجب على من يعاني منه أن يفكر بالعلاج نعم. بشكل يعني سريع. انتشرت في الاونه الاخيره يعني كثير من ابر التخسيس والتنحيف وهي في الاساس ابر لمرضى السكري اصبحت اشبه بما تكون بالموضه صح والترند الذي انتشر بين الناس. يعني كيف تابعت هذا الزخم الذي صاحب هذه الموجه؟ مما لا شك فيه انه ظهور الادويه الجديده لعلاج البدانه خاصه الادويه مثل اللي هي شبيهه بالجلوكاجون اوزمبك والبنجار أو وال ما بدنا نعم. نسميهم بس انه نعم. صار في تداول لهم بشكل كتير كبير مؤخرا ولسهوله الحصول عليهم من الصيدليات حتى من دون وصفه طبيه ولكن بعدنا بمرحله الليرنينج كيرف بما انه بالادويه جديده ما كونا خبرة كبيرة عن الآثار الجانبية الممكن تكون على المدى الطويل، على المدى القصير أكيد نتائج يعني لا شك في إنه عم تعطي نتائج عند بعض الأفراد نتائج مقبولة جدا. ما في شك في اعراض جانبيه بعض الافراد ما بيتحملوها والبعض الاخر لا في الى كمان كونتر انديكيشن بأمراض يعني الغده لازم يكون في مونيتورينج كثير كلوز مونيتورينج انه في مراقبه حثيثه اذا في عندنا تدرنات بالغده الدرقيه يعني بعدنا بالليرنينج كيرف بالنسبه للموضوع الادويه اللي هي عمي بعض الناس وبعض الاطباء عمي استعملوها كبديل عن جراحة البداني اللي هي لا تزال حتى اليوم هي الحل الأمثل واللونج تيرم على المدى الطويل نتائجه مضمونة أكثر ما بدنا ننسى أنه البدانة عم تستهلك تقريباً بالوقت الحالي 2.3 تريليون دولار أو 2.3% من الناتج القومي العالمي بدنا نضيف عليها اسعار الـ 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 الابر اللي عم يتم تداولها اسعار يعني اصبحت تجاره أصبحت بشكل كبير الشركات يعني الفارماسيتيكال كومبانيز اكيد بدهم يستغنوا الفرصه بس ولكن نحن اذا بدنا نحسب كلفه العمليه الجراحيه ونتائجها على المدى الطويل نعم. وكلفه الابر اللي هي للتخسيس ما يعادل كلفه سنه من العلاج يعادل كلفه العملية الجراحية إن كان تكميم معدي وإن كان تحويل المسار وإن كان مراجعة لعملية تحويل المسار والنتائج مضمونة أكثر بالفعل كل الحالات لازم اللجوء لأهل الاختصاص بعلاج الموضوع وأنت من أهل الاختصاص وأنا بودي أن أسألك عن أعراضها الجانبية هناك من يتحدث بأعراض شديدة وهناك من يتحدث بعدم وجود أي تأثير صحيح. من شتى الأنواع نعم ما هي الأسباب؟ الأسباب أكيد هي مرض هور الدواء based on hormones يعني يعتمد على تركيبة هرمونية يختلف نتيجته من شخص لآخر بنتيجة تأثير هالهرمون على جسم ال جسم الـ الانسان اللي عم يتناول هالجرعه هي في اعراض مثل العيان النفس والاستفراغ في عوارض إلى علاقة بالغض الدرقية وإلى جانب عوارض تانية مثل بما أنه هالدواء معمول يقطع الشهية وبالتالي تناول الوجبات لح يكون أقل وبالتالي كمان ممكن ينتج عنه نقص بالفيتامينات ونقص بالمعادن وبده يكون في متابعة حثيثة للصحة بشكل عام دكتور بودي نختم معك عن أو حول أبرز الإجراءات التي قد تساهم في يعني تخفيض والحد من زياده النسب عالميا ولكن باختصار لو سمحت لي على من تقع المسؤوليه وكيف يجب أن نتعامل يعني مثل ما بيقول المثل درهم وقاية خير من قنطار علاج أكيد المعنى اللي هو الشخص اللي عم يعاني من البدانة هو معنى بشكل أساسي وهو ب 70-80% من الحالات هو مسبب للبدانة بنتيجة اتباعه لنظام غذائي يحتوي على سعرات حرارية عالية ودهون وسكريات بأن بعدم مشاركته عدم ممارسته للـ 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 للتريض والرياضة بالقليلة ثلاث حصص اسبوعيا، كل حصه لا تقل عن 30 دقيقة. نعم. اللايف ستايل بده يتغير، هذه أول مداخلة <applause> مداخلة من الـ من, الـ من الشخص, الشخص نفسه. م. في تدخل من الحكومات للوقاية من البدانة نتيجة الكلفة الباهظة للبدانة وتراكمات البدانة والأمراض المسببة واللي بتطوف ب... بمطاف البديني وصلت الصورة دكتور شكرا جزيلا لك, لك دكتور هيثم المراد الأخصائي هي في جراحة السمنة بالمناظير كنت معنا في الاستوديو هنا شكرا لك على كل هذه المعلومات شكرا لكم